النسخة 11 لسوق عكاظ اتسمت بالحيوية. الأجواء العامة للسوق تعد من الأجمل، حيث اجتمعت الأجواء الرائعة بالمعلومات الثقيلة التي يحتاجها أي زائر. تنافس شريف شهدته جنبات هذا الصرح الضخم، لا سيما بين الأجنحة المشاركة والأقسام، حيث أنها تنافست فيما بينها على الظهور بأبهى حلة. وزارة الحرس الوطني بجناحها لم تأتي للمشاركة فحسب، بل أتت لإبراز الجهود والمعدات التي تعطي الإيحاء للزائر بأنه في أيدٍ أمينة بعد حفظ الله. نطلع الزائر الكريم على جهود وزارة الحرس الوطني في خدمة ضيوف الرحمن عبر التاريخ، مقابل هذا الركن، الركن الأعز والأغلى على قلوبنا جميعا، وهو ركن الشهداء 17 من رجال الحرس الوطني الذين استشهدوا في سبيل الله على الحد الجنوبي. بعرض عسكري مبهر يستقبل الجناح زواره، حيث كانت لا تعلو على وجوه الحاضرين سوى ابتسامتين، الأولى عنوانها الفخر والأخرى ابتسامة الرضا. يتضمن الجناح العديد من الأقسام التي تعطي المعلومات الكافية لكل زائر يسأل عن ما تحتوي. من ضمن هذه الأقسام قسم مكافحة المخدرات بالوزارة، الذي يوضح للزوار خطورة هذه الآفة. احنا نستهدف الشباب والأسر، العوائل، طلبة المدارس، المشرفين والمعلمين المدارس، بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اللي تنتشر في المدارس أو في الشوارع أو بين الشباب. جبنا بعض المؤثرات العقلية الموجودة عندنا لتحذير الشباب منها وتوزيع منشورات، وكل هذا ضمن معرض الحرس الوطني في الوحدات الحرس الوطني كلها الأمنية والقتالية العسكرية في المعرض. ويعد سوق عكاظ أيضا من أهم الأماكن التي تتنافس فيها الأجنحة تنافس شريف، هدفها وغايتها دائما رضا الزائر. حبتر الإخبارية الطائف.